آلاف من أجهزة الحاسوب بأنواعها وملحقاتها تتوافر في هذا السوق وسط أربيل، سوق المظفرية نسبة إلى السلطان مظفر الدين الذي حكم هذه المنطقة في القرن الثاني بعد الميلاد. بدأ السوق نهاية التسعينيات بمحلات فقط تعد على أصابع اليد لبيع أجهزة الكمبيوتر النادرة آنذاك، لتتحول اليوم إلى مئات المحلات والشركات المتخصصة في تجهيز منظومات الإنترنت وأنظمة المراقبة الحديثة فضلا عن ورش الصيانة. من بداية الشهر لحد نهاية الشهر مختصين بشركات عملاقة كبيرة ويغطون كل طبقات السوق، يعني من ناحية البنوك والشركات النفطية والحكومة والمنظمات كل شيء. مصادر البضاعة في هذه السوق من أجهزة وقطع غيار، غالبا ما تكون من الإمارات والصين والسويد والولايات المتحدة الأمريكية. أما زبائن السوق فمنهم من أربيل ومدن الإقليم بالدرجة الأولى، وآخرون من بغداد ومدن الوسط والجنوب، ويتنوع الزبائن بين أفراد وشركات ومؤسسات. هنا نصلح لابتوبات، نصلح أجهزة الأول إن وان والطابعات، كل أجهزة الذكية تقريبا هنا نصلحها. هذا الشارع قبل كان شارع مال خياطين، بعدين بمرور الوقت كثرت محلات اللابتوبات هنا، فصار مثل ما يقول سوق رئيسي للأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر وغيره. بعد عام 2003 ومع توافد الشركات الأجنبية ازدهر الاستثمار في هذه السوق وبرزت الحاجة إليه أكثر، ويؤكد أصحاب الشركات هنا أن أقل رأس مال يمكن الاستثمار فيه هنا لا يقل عن ربع مليون دولار كبداية، وبعض الشركات تستثمر هنا بعشرات ملايين الدولارات. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.